في أوائل القرن التاسع عشر، ومن أشد البقاع ظلاماً، من بلاد فارس، من بلدة نور في طهران، ولد نور العالمين، ولد حضرة بهاء الله، ولد موعود الأمم، تاركاً كل ثروة وراحة، حاملاً بشارة الوحدة والاتحاد والسلام لراحة العالم وسعادة الأمم. افتحي يا قلوب، فتحي يا ولود، أشرق من أشرق بوعود في دية طهران، سهل البرهان، ولد الموعود ملك الأزمان. افتحي يا قلوب، فتحي يا ولود، أشرق من أشرق بوعود في دية طهران، ابشروا يا شعوب، اليوم أعلى أعلى توحيد كل الأديان، اشهد يا زمان الفجر هبا، فك الأستار شرح الأسرار، ده يوم يجمع شمل الإنسان، ده يوم يجمع شمل الإنسان، لكن الإنسان لسه في دوامان. الله 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 أبدا، الله أبدا، الله 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 أبدا، الله أبدا. افتح لي يا قلوب، فتح لي يا ولود، أشرق من أشرق بوعود الأغراض، صوت كل حماس، ويا إنسان مدت أهوكان، رسل الرحمن عادت بإيمان، بلادك كل البشرات، العيشة سلام والعدل ميزان، العيشة سلام والعدل ميزان، لكن الإنسان لسه في توهان. الله 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 أبدا، الله أبدا، الله 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 أبدا، الله أبدا. افتح لي يا قلوب، فتح لي يا ولود، أشرق من أشرق بوعود في دية طهران، ده كليبك عاد ومع الألواح، ومسيح قال هدي الأرواح، ومحمد قال الخير هبا، طهر قلبك يا ابن الإنسان، من بعد ظلام فتح الأبواب، من بعد ظلام فتح الأبواب، أشرقت الأرض بالأنوار. الله الله